شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الدماغ. راح نتكلم عن الدماغ والجهاز العصبي. طبعا الدماغ والجهاز العصبي، أمراض الجهاز العصبي كثيرة جدا، وأعراضها وعلاجها أيضا يوجد علاجات كثيرة في هذا، على مثل هذه الأمراض اللي انتشرت تقريبا في كل العالم. وأيضا الحفاظ على صحة وسلامة الجهاز العصبي، راح نتكلم عن الموضوع بشكل عام. يتناول طب الدماغ والجهاز العصبي دراسة تشخيص وعلاج الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي في الجسم، والذي يتكون من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي والطرفي والجهاز العصبي الذاتي، بما في ذلك الأنسجة التي تغلفها والأوعية الدموية التي تمر بها، أيضا الأنسجة التي تدعمها وتؤثر عليها مثل العضلات. أيضا راح نتكلم إن بشكل عام عن الوظيفة، إن الوظيفة التي يقوم بها الجهاز العصبي تعتبر من أهم الوظائف في الجسم بشكل عام، وهي يعني اللي تتحكم التحكم اللا إرادي والإرادي بالأعضاء الجسم المختلفة عن طريق إرسال ونقل أيضا الرسائل بين أنسجة وأعضاء الجسم. أيضا لذلك يعتبر الحفاظ على صحة سلامة الجسم والجهاز العصبي أمرا أساسيا وضروريا للحفاظ على جسم صحي وسليم. أيضا أن يعني بشكل عام يعني الحفاظ على صحة الجهاز العصبي في أفضل مستوياتها تتطلب طبعا معرفة بأهم أعراض الجهاز العصبي وأعراضها وكيفية علاجها والوقاية منها بشكل عام. أيضا يحتوي هذا القسم على المقالات التي يعني تتناول أمراض الجهاز العصبي والدماغ وأعراضها وأسبابها وكيف يتم يعني علاجها، بالإضافة إلى نصائح وقاية الجهاز العصبي من هذه الأمراض والحفاظ على سلامتها وصحتها من ناحية يعني العضوية. أيضا من الواجب على الرجوع إلى الطبيب عند حدوث أي التهابات في المخ أو التهابات بكتيرية أو انتشار حرارة طول الشهر مثلا، ولا انفعت لها لا المضادات الحيوية ولا أي شيء. أيضا من ضروري الاهتمام بالجلطة الدماغية والوقاية منها، وأيضا من الضروري أيضا فحص الجسم بشكل كامل والانتباه من السكتة الدماغية الموجودة في التي يمكن تصيب الكثير من البشر بدون ما يحسون. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم.